كيف نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وما هي قصة شارب الخمر الذي رأى النبي في المنام؟ رسالة الإيمان بجديدنا، نصل إن شاء الله إلى الإحسان. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فما من إيمان عبد يكتمل، ولا من عبادة تقبل، ولا من ذنب يغفر، إلا برؤيتك يا رسول الله. فما أجمل يا عبد يا مسلم من أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي غايتنا التي نسعى إليها في الدنيا. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته المعروفة في السنة والسيرة النبوية لا تستوي مع رؤية غيره من البشر، فهي من المبشرات التي تفرح القلب وتسعد النفس، فهي تنطوي على بشرى عظيمة، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة، حيث لا مكان لرؤيته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا في الجنة. وقد وردت أحاديث كثيرة في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن كيف نشاهد النبي؟ ومن هو شارب الخمر الذي شاهده؟ فهذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على النبي لنعرف عدد المسلمين الذين شاهدوا هذا الفيديو، ونرجو أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ومفيد. من أفضل البشرى التي من الممكن أن تحدث للمسلم أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. أي لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري. وفي رواية لمسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة. وقال ابن بطال: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن الغيب، وأن الله تعالى منع الشيطان أن يتصور على صورته. وقوله فسيراني في اليقظة، أي تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق، لأنه عليه السلام ستراه يوم القيامة في اليقظة، فجميع أمته سيرونه، من رآه في النوم ومن لم يره منه. وإذا أراد المسلم أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بحب الرسول والصلاة عليه باستمرار، عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قيل أن الإمام مالك رضي الله عنه تقريبا كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة، منوها بأن هذا ليس من فراغ، وإنما من حبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي أن هناك أربع خصال: من يكملها أو يدمن عليها فسيكرمه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذه الخصال هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها التعظيم لسنته، لا فعل السنة فقط بل التعظيم لها، وثالثها الخدمة لأمته صلى الله عليه وسلم. فعش وأنت تفكر كيف تساعد غيرك، فلا تكن أنانيا. وأمته صلى الله عليه وسلم ليست فقط المسلمين، بل كل من على الأرض، فهو نبي العالمين. ورابع هذه الخصال التعلق بحضرته، لذلك من أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيجب أن يشتغل المرء بالذكر حتى النوم، وأن ينام على طهارة كاملة مستقبلا القبلة، وأن يعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة على رسول الله ليلا ونهارا. ومن الصيغ المجربة في ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وهناك قصة حدثت لشاب كان يشرب خمر ويرتكب الذنوب، ولكن تاب الله عليه توبة قنوعة بعد استمراره في الصلاة والعبادات، وأصبح يستمع قصصا كثيرة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند نومه في أحد الليالي شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أحبه، فاللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا برؤيته يا الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.